خلينا نطلع تقرير صغير عن ذا فارم ونذكركم بيها ونرجع تاني. احنا هنا ان شاء الله في الخطاطبة، احد اكبر المزارع اللي موجودة في مصر، ذا فارم. ازاي نقدر ان احنا نشتري التضحيه مع بعض؟ ازاي نعرف اذا كانت فيها دهون او ما فيهاش دهون؟ ايه السلاله اللي المفروض ان احنا نشتريها؟ كم وزن الذبيحه اللي احنا هنجيبها؟ كل عجل بيتولد بياخد رقم. حلو. مرحلة الرضاعة عندنا العجل تقريبا من أول ما بيتولد لحد ما بيكبر بيرضع تقريبا 5 كيلو في اليوم. كل مرحلة لها نظام تغذية. كل مرحلة لها نظام تغذية مختلف تماما. طبعا نظام. كنا بنقدر نوصل العجول عندنا ل 600 كيلو وعمرها صغير ما تبقاش كسرة ولا سنة. الشغل العالي كله بتاع الذبيحة تلاقيها من فوق أحسن قطعة لحم. في الستيك أنا ضديتها دقيقة دقيقتين مفيش خلاص دابت. ده كله جاي من العلف وطريقة التربية. طب حالة اللبن عايز أشوفها بصراحة. معدل التحويل ممكن يختلف معاك. الحظيرة مش متضللة كويس معدل التحويل يفرق معاك. سابي المجهود التربية كله بيبقى في التغذية. ذرة، ردة، صويا، حاجات حاجات كلها بروتين. 90 يوم بيبقى ما شاء الله بيوصل 100 كيلو بروتين والطاقة. البروتين يدي لحم؟ البروتين يدي لحم والطاقة تديله برضه لحم وفوار. سيئة نفسيا وعايشة في اتموسفير كويس في جو كويس. هتفتك النية. أنا كنت سعيد جدا بالتقرير، يا رب تكونوا كمان سعداء بالتقرير اللي احنا عملناه النهاردة من مزرعة ذا فارم. تفضلوا زورونا هتجدوا ما يصلكم ان شاء الله من اللحوم كل اللي انتوا عايزينه. اشوفكم على خير، يلا بينا على الاستوديو. ورجعنا تاني بعد ما شفنا التقرير. يعني هو الموضوع العجول هي مش موضوع مش اي حاجه، يعني مش اي حته لحمه بتاكليها، لازم تعرفي العجل بيتسمن ازاي. احنا رحنا المزرعه من احد اكبر المزارع الموجوده في الخطاطبه، بجد حاجه جميله جدا، الواحد استفاد منها كتير جدا في حاجات كتير انا ما كنتش اعرفها. التسمين والحاجات دي كلها وكل مرحلة عمرية للبقر الموجود أو الذبيحة الموجودة ليها أو العجل اللي موجود آسف له طريقة تسمين معينة. حاجات كتير جدا الواحد استفاد منها بجد، يعني تقرير من أحد التقارير اللي احنا كنا عاملينها على مزرعة ذا فارم.